والنبي والنبي كفايه كده، مش قادر مش قادر حد يقعدني يا جدعان، والنبي مش قادر، انا راجل كبير مش حمل الجري ده كله، ساعه ساعه عشان اوصل منطقه ال 18 صدر. هاتوا له كرسي، هوا هوا مش قادر. اه يا ظهري يا امه. كابتن قم بايدي والنبي يا كابتن، وديني عند منطقه ال 18، في كورنر هيتلعب بعد ربع ساعه دلوقتي، انا عايز اروح الحاوي، يمكن ربنا يكرم. ايوه خدني على الترول ولا اي حاجه، وديني بس لحد هناك. يا لهوي يما، ايه ده الواحد شكله عجز ولا ايه؟ ايه ده مين اللي رفعها دي يا جدعان؟ مش هينفع كده. ايه ده دي جت جول يا ما انت كريم يا رب، لما تطلع النبي انا سجلت، انا سجلت الاهلي، انا مش مصدق نفسي. اشانه كهربا حبيبك، قلت لك انها تسجل النهارده صح؟ شفت عشان تعرف ان كلامي صح. عاش يا خد يا دي امام، انت كمان يلا هتسجل النهارده، تشد حيلك. وانت حسين الشحات ربنا يكرمك وتسجل النهارده برضه. مصطفى شوير ربنا يكرمك وهتسجل النهارده برضه. ربنا يكرمك وهتصد النهارده برضه. الله ذا ماستر اوف ذا سبينس، وادي كوره حلوه، يا سلام يا سلام يا سلام، والهدف الاول عن طريق صديق الامس منافس اليوم. جول 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 جول، الحمد لله سجلنا الاول، كان شكله بتاعنا جول جول جول، يس سجلنا الاول، سجلنا الاول، شكلها تبقى مهرجان اهداف النهارده. ايه ده الله، يا ما احنا الاثنين فرحنا، امال الجول جه في مين؟ انا مش فاهم مين اللي سجل في مين، ولا مين اللي جاب الجول لمين، انا ما بقتش فاهم حاجه، مين اللي يفرح ومين اللي يزعل دلوقتي؟ خد يا اوف يا حبيبي، عايز اقول لك على حاجه مهمه، يعني وانت واقف جون في ماتش الزمالك خلي بالك كده، خليك ريلاكس عشان في كوره هتتشاط عليك من زيزو من نص الملعب. عارف عارف، عايز نلحق اترمي عليها من دلوقتي. لا ما تقلقش انا في التصديات بتاعتي يا حبيبي. لا انا عايزك تسيبها، هي كده كده اصلا هتيجي في العارضه مش هتخش جون، انا قلت بس اقول لك عشان ما تتفاجئش. اوعى منك ليه، يلا انا هجيب جون، يلا تقص تقطعها مني. اوعى سليه، اوعى مروان، عبد المنعم، اوعى منعم، اوعى منعم، الحمد لله عديت منهم كلهم. اشوف بقى اشوف بقى، يا سلام رايح، هي داخله جون اهي، داخله جون والله، بص بص شكلها داخله. يا نهار ازرق، تاني في العارضه، تاني في العارضه، تاني يا حبيبي يما. اهو شفت بقى جالك كلامي، صدقتني انا عارف، انا بقول لك ايه، خطيره خطيره، خلي بالك خلي بالك. يا نهار ابيض، احب افكركم مشاهدينا ان لقاء اليوم متصور ب 35,000 كاميرا. ايوه زي ما بقول لك كده، شايف الحلاوه، شايف اللقطات. ايوه عيدها لي يا مخرج بالبطيء، عيدها لي يا مخرج بالبطيء. مخرجنا محمد نصر بيصور اللقاء فوق من القمر الصناعي، ماسك المنظار وبيصور. شايفين يا جدعان ايه ده ايه ده ايه ده، ايه الجمال الرقي ده، ايه الحلاوه دي، ايه الطعامه دي، ايه. شدوا حيلكم يا رجاله، عايزين ننزل نكسب النهارده ونرفع الكاس، عايز ارفع الكاس بالطريقه بتاعتي. ايه الزهق والملل ده؟ لا انا مش عاجبني اسخن في الحته دي، انا اروح اسخن قدام جمهور الاهلي. ايه ده مش ده الواد امام؟ الواد ده امام اللي باعنا وصابنا. خد يا دي امام، يلا يا دي يا دي. سألي بقى كده منك ليه لو، عشان احسن لاعب في نهائي كاس مصر نزل دلوقتي. انا نازل كده بالصلاه على النبي، هجدد عقدي النهارده مع الاهلي 4 سنين، 4 مواسم، وكمان هاخد حوافز. انا نازل النهارده بسم الله ما شاء الله، سجل لي 3 اجوان ورئيس ل 30 لعيب واخرم 30,000 مشجع، عشان تبقوا فاهمين بقى. في انتوا بتزعقوا لي ليه؟ ال5 اجوان اللي دخلوا النهارده دول مش غلطتي. مفيش بنسى غير هو الجون الاول، الكره فلتت من ايدي، والجون الثاني جيت امسكها وقعت، والجون الثالث طلعت غلط، والجون الرابع كان ضربة جزاء، والخامس انا ما شفتش الكرة اساسا. الله بتلوموني ليه؟ انا ما عملتش حاجة، انا مش ذنبي حاجة. ماشي ولا الحمد لله، يلا الماتش خلص 5-0، يلا اصل انا كنت مراهن في المسابقة بتاعت تركي قال الشيخ، يلا ايوه انا اللي قعدت اكتب تعليق الاهلي هيكسب 5-0، انا كنت مراهن للاهلي كده، احنا كسبنا للرهان صح؟